يترك الكرة على طريق بشار بن ياسين القائد والكابتن بيلعب الكرة في الجهة اليمنى في مكان إلى عامر ديب. عامر ديب كرة عالية راسية الجماهير الأردنية. شوف النجمة والعودة، هذه رأس غليف المطلوبة، هذه رأس غليف للمدافع السوري علي دياب بكرة ما حدد لها حساب. الأردن يتعادل وجمهور النجمة ينتفض 1-1 في درب الشام في قمة الأحلام. هذه رأس غليف وهذه الغلطة